السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو بغيت نذكركم ان المحل مسدود وانا لي كوموند كاملين كيدوزو في واتساب او لا انستغرام. التفاصيل كاملين مخلينهم لكم في صندوق الوصف، ما عليكم الا تواصلوا معنا. اول حاجه اللي غادي نبداو بها باش ما نطولوش عليكم الفيديو، كل ارتيكل مع الثمن ديالو هما هنايا هاد لي بورت موشوار. لا كونتيتي ديال لي ارتيكل كاملين ماشي كثيره بزاف، عليها حنايا نزلنا الثمن. لي بورت موشوار هنايا عندنا الدوغي وفيهم لارجونتي 120 درهم كيديروا. وهنايا عندنا هاد لونسومبل هذا ديال المبخره مع البلاطو ديال الكريستال ديالو، ها هو كيفاش كيجي هاد لي كريستو من الجناب. وبالنسبه للثمن ديالو فهذا 500 درهم لان الباك الكبير، كاين الباك صغير حتى هو كيجي نازل في الثمن، وتا هو كتحطوه يا اما في وسط لي طابل ديالكم اولا في لي كوان. هنايا اختارينا اننا نحطو لكم الصينيه مع هاد الكيسان هادو ملونين. لا بروموسيون اللي كاينه في الكيسان راه الناس ديال انستغرام ديما استفدوا منها واستفدوا بزاف، وكنشكرهم على الثقه اللي داروا فينا. جوج ديال لي زونسومبل ب 180 درهم الوغ كو بواطه وحده دايره 100 درهم، يعني كيولي 24 كاس ب 180 درهم. وبالنسبه للبراد 280 درهم عوضه 300 درهم. وحتى البلاطو كتجي لا كاليتي ديالو زوينه وكتجي الحطه ديالو زوينه وسط لا طابل. ان شاء الله قريب غادي نعاودو نجيبو زواقات وحدين اخرين وغادي نخليهم حتى هما بنفس الثمن. هنايا عندنا هاد لا بروموسيون ديال هاد لا فيديو، هي هاد لا سوبيير هادي البيضه اللي فيها هاد لا توش ديال الغوز، فيها 6 ديال الزليفات مع 6 ديال الطبيصلات ولا سوبيير لداخل. الثمن ديالها هي 170 درهم عوض 220 درهم، اللي هو الثمن جد مناسب سورتو بالنسبه لا كاليتي ديالها وبالنسبه للمنظر اللي كتعطي وسط الطبله، ماشي الحوايج العاديين اللي كيتحطوا بحال لي سوبيير اللي كنشوفو دائما عند الناس كاملين. هنايا لا بروموسيون حتى هي نفس الحاجه اللي كنا شفناها ودرناها في لا بيريود ديال الكونفينمون كامله، هي هاد لي بلاطو هادو حتى هما ما بقاتش لا كونتيتي كثيره، 200 درهم جوج ديال لي بلاطو عوض 250 درهم. لا كونتيتي ديالو كيف قلت لكم قليله، ولا كولور اللي كاينه كثيره هي هاد لارجونتي. بالنسبه للكيسان 12 كاس صغيورين ب 150 درهم فيهم لارجونتي حتى هما، والبريريد 80 درهم حتى هو كتعمروا فيه العمره ديالكم ديال الاتاي عاديه، النعناع، السكر، الماء سخون، ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. غادي ندوزو لهاد الفيديو لهاد الصينيه هادي اللي اختارينا اننا نحطوها مع هاد البرارد هادو. البرارد هادو لا كاليتي ديالهم زايده شي شويه على الاخرين، فالثمن ديالهم كيجي شويه زايد حتى هو. فيهم هاد النقشات هادو اللي كيجيو من الجناب، ما عرفتش واش يبانوا لكم ولا لا. وبالنسبه للكيسان حتى هما لا كاليتي ديالهم راكم معروفه، ها هما كيفاش دايرين. فيهم لي كولور دابا حاليا تسالاو، ودابا بقاو هادو اللي في لارجونتي 250 درهم 12 كاس. والبلاطو راه كيجي بلاطو اوفال حتى هو كيجي الشكل ديالو زوين. هنايا عندنا البلاطو ديال العنبه اللي راه لا كاليتي ديالو حتى هو معروفه، واللي كيكون غالي في الاسواق راكم عارفين، حنا رجعناه ب 450 درهم عوض 500 درهم. وبالنسبه للكيسان انا غادي نوريهم لكم كيفاش دايرين. فيهم حتى هما هاد الطابع ديالهم بحال اللي كتشوفوا هنايا، كلهم مطبوعين، والثمن ديالهم هو 160 درهم عوض 200 درهم. هنايا هاد البلاطو هذا راه فيه لي ديدات ديالو، غير حنايا عجزنا اننا نركبوهم. وهذا راه الموديل الكبير ماشي الموديل الصغير. هنا عندنا هاد لاكاغاف هادي اللي كتجيب الكيسان ديالها، 6 ديال الكيسان مع الكاغاف ديالو، يا اما كتستعملوهم للماء او للعصير. والثمن ديالهم هو 100 درهم عوض 150 درهم. بالنسبه لي بلاطو فيهم جوج ديال لي بلاطو، واحد كبير هذا راه فيه شي 40 سنتيم، انا غنعاود نتاكد نعبره. كيف قلت لكم 40 سنتيم الكبير، والصغير ديالو حتى هو كتقدروا تحطوا فيه يا اما بحال لي غاتو سواغي لي بتي فور او لاي حاجه عندكم. وهذا الكبير حتى هو راه كتقدروا تحطوا فيه صينيه ديال اتاي، حتى هما كيجيو زوينين. بالنسبه للسلاجي اللي كنتو شفتو المره اللي فاتت فهو اون بروموسيون، كاين فيه هذا الشكل هذا اللي بقى مع هاد سوبور هذا ديال الخشب، والثمن ديالو هو 200 درهم ايوا دا 250 درهم. غادي نعاود ندور لكم دوره خفيفه باش نكملوا الفيديو مع دي زارتيكل وحدين اخرين. وكيف العاده كلشي لي ديتاي راهم كاينين لتحت، ما عليكم الا تواصلوا معنا وراه كنجاوبوا على لي زابيل ديالكم كاملين. ودابا غادي نكملوا مع لي بلاطو اللي كيسهلوا بزاف ديال الحوايج، لان ما كتبقاوش كتقلبوا على كل حاجه فاش ديروها. ان باك ديال 3 ديال لي بلاطو الجوده ديالهم عاليه، ماسكاني راهم معروفين، فيهم كولور دوغي وفيهم ارجونتي. غادي نخلي لكم لي ديمونسيون ديالهم باش تعرفوا العبار ديال كل واحد.
صغير فيه 40 سنتيم بحال اللي كتشوفوا هنايا. اختارينا اننا نحطوه هنايا مع هاد لاكاغاف هادي اللي كيجيو الكيسان ديالها على هاد الشكل، كيجيو كاملين امبريمي هنايا من التحت. دونك كتوليو عندكم بلاطو ديال العصير اللي غادي تحطوه اولا الماء اللي غادي تحطوه. هنايا اختارينا اننا نحطوه هاد لي تيرموس اللي مازالين في لا بروموسيون 220 درهم جوج. وبالنسبه للناس اللي طلبوهم بزاف الفيديو اللي قبل، حنايا عاودنا غادي نجيبوهم في لا كوموند. وهنايا درناهم هنايا مع هاد لي طاس هادو اللي كيعطيو لي في مغبغي، داير الثمن ديالهم 160 درهم، كانوا ب 180 درهم قبل. وهنايا اختارينا في الكبير اننا نديرو جوج برارد مع 12 كاس، وشوفوا البلاطو كيفاش مازال خاوي، فيه 56 سنتيم، يعني بلاطو اللي كبير بزاف. وما كتبقاوش تقلبوا كيف قلت لكم على كل حاجه فين كديروها، كل شيء عندكم قاد محطوط ومنظم. البريردات اللي كيجيو بالرجيلات ديالهم على هذا الشكل هذا اللي كيعطيو لي في ديال الادان، عندنا الكبير داير 280 درهم والمويان داير 230 درهم. وغادي نحاول انني نحط لكم لاكاغاف ديال الكريستال في هذا البلاطو هذا المويان باش تشوفوها كيفاش كتجي، حتى هي كتعطي منظر لي زوين بزاف. ولكن قبل بغيت نوريكم هاد المبيخرات هادو اللي تا هما بروموسيون 150 درهم واللي كيجي الشكل ديالهم زوين، وشوفوا كيفاش كتجي كامله مزوقه. وهاد زواقه حتى هي من جناب، يعني كتجي عامره، والثمن ديالها اللي مناسب 150 درهم. وهذا هو لونسومبل ديال الكاغف مع 6 ديال الكيسان ديالهم اللي كيجي كامل بالكريستال. ما عودتكمش انني نبقى كنشكر لكم الحاجه، ولكن شوفوا كيفاش كيجي، كيجي زوين بزاف وكامل كيجي دوغي. الثمن اللي الناس اللي كيعرفوا الثمن ديال هاد لي سيرفيس اللي كيجيو على هاد الشكل راه كتعرفوهم انهم غاليين بزاف، ولكن حنايا حاولنا اننا ننزلو لو ماكسيموم. ما عليكم الا تواصلوا معنا باش تعرفوا الثمن ديالو، وكيجي زوين، كيجي زوين بزاف. وحتى البلاطو مع الغفله ديال الدوغي اللي عنده الفوق مع البلاطو كيجي زوين. هنايا غادي ندوزو لهاد البونبونيير اللي هي بروموسيون كبيره وثقيله، والثمن ديالها هو 100 درهم، كانت ب 150 درهم. هنايا عندنا هاد الموديل حتى هو ديال البراد، حتى هو كيجي لهاد الشكل نفس الثمن مع الاخرين، كيجي كامل مزوق من جناب. وهنايا هاد الايه ديال الكرسي اللي كتجي هي في الديكورات كتحط برجيلات ديالها دوغي من التحت، 150 درهم، كانت ب 190 قبل. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل في لاكاليتي ديال لي تيرموس، عندنا لكم هاد جوج ديال لي تيرموس اللي الثمن ديالهم هو جد جد مناسب، اللي 100 درهم فقط بجوج. كاين الناس اللي كيبغيو يستعملوه ما عندهمش مشكل، وكاين الناس اللي كيبغيو يديروه غير باش يخليو مثلا الماء سخون، حتى حنا كنا كنديروها اللي كيبغي يخلي الماء سخون بالنسبه للوضو ولا شي حاجه كيحتفظ فيه، لان ديك الساعه ما كيضرش. هنايا لي بوجوار غادي يبقى على حسب الذوق ديالكم، هذا هو اخر ارتيكل، ثلاثه ديال لي بوجوار ب 200 درهم. وبالنسبه للناس اللي غادي يعجبوهم ولا شي حاجه اولا كنتو انتريسي، ما عليكم الا تخليو لينا لي كومونتير لتحت. كنبغي نوجه التحيه للشخص اللي كيدير واحد ديسلايك ثانيا بعد الفيديو، كنبغي نقول ليه ان شكرا على التفاعل ديالك، لانه ايجابي ولا سلبي فهو كيتعتبر تفاعل. وهنايا قلت لكم 200 درهم، واللي بغانا نجيبوهم او لا عجبوه راه نجيبوهم ونخليهم بنفس الثمن. هنايا لي طاس كنتو ديجا شفتوهم، هذا كيجي بالاحمر والدوغي في اليد في جناب، بحال دابا الناس اللي غادي يبغيو لي تيرموس يكونوا في البيض غيجي مع الاحمر هنايا، غادي يعطيو منظر زوين. ولي طاس هادو مازال هاد الشكل هذا اللي الثمن ديالو هو 160 درهم بحال النوار، عوضه 180. هنا سولتونا بزاف على هاد لونسومبل هذا اللي كيجي في الدوغي اولا في لارجونتي، كيجي بالبلاطو ديالو وبثلاثه ديال لي بونبونيير غير ب 450 درهم، قبل كان ب 550 ورجع ب 500، دابا ب 450 لونسومبل كامل اللي حتى هو كيجي ثمن زوين. غادي نعاود لكم دوره خفيفه على هاد الشكل، واي حاجه عجبتكم ما عليكم الا تخليو لينا لي كابتور ديكرون. وما تنساوش انكم تستافدوا من هاد لا بروموسيون حتى هي اللي كاينه في الماسكاني ثلاثه. قبل ما نسالي بغيت نوريكم نيت لا بواط ديالهم باش تعرفوهم. لا بواط ديالهم كتجي على هاد الشكل، ماسكاني ايطالي هذه بالنسبه للدوغي، وبالنسبه للارجونتي كتجي غري وفيها شي شويه ديال الزرق. وبغيت نوريكم نيت هاد لا بروموسيون على هاد الديكور هذا اللي كيتحط حتى هما فوق لي طابل ديالكم، حتى هو ديال الكريستال مع الزاج، والثمن ديالو كان 150 درهم، دابا الثمن ديالو غير 90 درهم، كيعطي واحد لافي زوين.
وقبل ما نساليو الفيديو بغيت نوريكم هاد المكانات اللي فيهم جوج ديال لي موديل. هادو راه كبارين، كانوا ب 250 درهم قبل، دابا 190 درهم. شوفوا كيفاش كيجيو وسط الحيط، وبالنسبه لي ديمونسيون ديالهم 58.4 على 58.4، دونك القطر كيكون واحد. وهنايا كتجي كبيره، هذه راه مقلوبه، فيها هاد لاكولور وفيها هاد لاكولور حتى هي. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يبغيو يديروا انفستيسمون كبير في شي كولوار او لا سيجور صغيور بلاصه مرايه، تقدروا ديروا هاد المكانه. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اننا ما نكونوش ثقالين عليكم. شكرا على لي كومونتير ديالكم زوينين اللي كاينين لتحت. ما عليكم الا تواصلوا معنا، راه الرقم كلشي غادي نخليه لكم لتحت، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.